انتقلنا الأجزاء الثانية، هدوء ودقة وتواصل وسيطرة وأرقام ومواصفات. احنا هسه بمختبرات مصفى كربلاء. مشاهدينا، وصلت وياكم لأهم مكان بالمصفى، هذا المكان اللي ممكن هو يحدد نوعية المنتوجات إن كانت مقاربة للمواصفات أو هي بنفس المواصفات العالمية اللي موجودة. ومثل ما حكينا احنا ببداية اللقاء لحد أغلب اللقاءات، واحنا نتحدث عن موضوع اليورو 5، عن هذه المواصفة اللي موجودة اللي يتميز بها مصفى كربلاء عن بقية المصافي اللي موجودة بالعراق. فعلى هذا الأساس المختبر هو المكان الوحيد اللي يحدد المواصفة العالمية اللي موجودة. لذلك تشوفون أحدث الأجهزة التقنية اللي موجودة بقياس الديستيليشن يعني التقطير، قياس الأوكتان عدد الأوكتاني، أيضا قياس نسبة الخلط. هذه دائما احنا نسمع بها بالمصافي انه الأوكتان 90، الأوكتان 95، الأوكتان 92. فهنا راح تحدد أيضا هذه النسبة، نسبة العدد الأوكتاني. فبالخزانات راح يتم انتاج البنزين المحسن او السوبر او البريميوم، وهنا راح تجي المختبرات هي اللي تحدد نسبه هذا الاوكتان نمبر، وبعدها بعد انه يتم تحديدها تكون مطابقه المواصفات التصميميه والمواصفات التسويقيه حتى تسوق. العمل هنا مستمر ب 24 ساعه، مثل ما تشوفون اغلب الشباب اللي موجودين هنا هم مستمرين باخذ العينات، لانه دائما بأي لحظة ممكن أن تغير مواصفات الإنتاجية. لذلك تجلب النماذج اللي هي موجودة هنا قبالي، وإن شاء الله شباب يمكن يقدرون يأخذوا لها فد فيديو انسيرت حتى تشوفون كمية النماذج اللي تجي للمختبر واللي على أساسها يتم تحديد المواصفات. نكمل إن شاء الله أنا وياكم ببرنامجنا المستكشف وبكل التفاصيل اللي ممكن أنتوا ما شايفيها أو ما سامعين عنها بالمصافي، راح تشوفوها باستكشافنا لهذا اليوم.